أيضا من المواجهات المنتظرة في هذه الأمسية مشاهدينا الكرام، بين المقاتل محمد هديل والمقاتل مانويل زاركا، مقاتلين صلبين مهاريين شرسين، قولوا عنهم اللي تقولوه، لكن أبشركم هذه المواجهة ستكون بطابع أيضا شرس للديناري. مشاهد هذه الركلات، سويتش على مستوى الفخذ كيك، لكن كان هنالك تغطية دفاعية. نشوف ساوث بو للمقاتل في الزاوية الزرقاء، والارتدوكس ستانس للمقاتل في الزاوية الحمراء. هنا اشتباك التحام، الله، تواتر هذه المواجهة سيرتفع، أنا متأكد ستكون هذه الجولة فقط ورمى بحماء للمقاتلين. شاهد هذا الهدوء، خطوات للخلف مع ركلات على مستوى الفخذ الداخلي من قبل اللاعب محمد هديل. جاب كروس مع هوك لكن من غير أي فاعلية، ركلة عالية ممتازة كادت أن تشكل خطورة على اللاعب مانويل. ركلة بركلة لكن القوة غير موجودة، وقوة التأثير غير موجودة. نشاهد الهوك اليميني مع المستقيمية، أثرت عليك يا محمد هديلي، مطلوب الآن تشكل ضغطة حلوة لسويتش، محاولة للتمويه ولفتح ثغرة، أبركات مع مستقيمة يساري ممتاز، ركلة لكن كان هنالك ردة فعل جيدة. مانويل أيضا هذا المقاتل الفرنسي من الأصول الفيتنامية المتواجد في هذه البطولة، شوف الثبات والقوة البدنية، شاهد هذا التشريح العضلي الذي يتمتع فيه ما شاء الله، مستقيمة على مستوى الجسد. ركلة على مستوى الفخذ من اللاعب مانويل، ركلة عالية لكن التغطية الدفاعية موجودة، أيضا ركلة على مستوى الفخذ الداخلي، هذه المستقيمة مع الهوك اليساري ممتاز، يتعامل مع النزال بشكل مهاري المقاتل محمد هديلي. يا سلام، حلوة اليمينية مع اليمينية، كانت لكمة بركلة، جميل هذا الهوك، حاول اللي يفتح أيضا هذه الثغرات وإيجاد الفراغ المناسب لتوجيه الضربات، أسلوب جميل يتبعه كل اللاعبين، لكن حتى الآن وأشعر أن المقاتل هديلي يعني هو المسيطر على مجريات المواجهة نوعا ما، رغم أن المنافسة مقتربة جدا فيها ندية. جرس العشر ثواني، حاول الفتح أيضا مسافة جيدة أو لأخذ المسافة المناسبة لطرح الهجمة، لكن تنتهي الجولة الأولى، ولمن ستكون؟ مانويل أقنع القضاء، لا أدري، انتظار النتيجة. خطفات الإعادة نشاهدها أمامنا، سكنز أو مساعدان خارج. بداية الجولة الثانية تقريبا الآن، نعم. راوند 2. جولة أولى تذهب لصالح محمد هديل، سويتش كيك على مستوى الجسد. هل من الممكن مانويل أن يرتفع إيقاعه في هذه الجولة؟ شيء ممكن. على مستوى الفخذ الخارجي، خطوة مع ركلة جانبية من اللاعب مانويل، خطوات للخلف من قبل اللاعب هديلي لكن ردة فعل ممتازة مع الجاب كروس، ركلة حلوة على مستوى الفخذ الداخلي وركلة عالية لكن التغطية الدفاعية موجودة وما زالت المحاولات متواثرة. هنا
هنالك مواظبة من كلا المقاتلين على نفس الأسلوب ونفس الهجوم. حلوة الخطوة مع اللكمة اليسارية، نعم تقنع حكم المواجهة بأن يوجه عد ضد اللاعب مانويل. يا سلام على هذه الخطوة وعلى هذه الهجمة يا هديل. ركلة عالية اشتد، نعم مسك وركلة على مستوى الفخذ الداخلي. يساري مع مجموعة لكمات، ما زالت السلسلة حلوة. الخطوة للخلف مع الهوك اليساري، الآن مطلوب من هديل يوجه الهوك اليساري مع اللكمة المستقيمة إذا كان يريد أيضا من أن يهز خصمه مانويل، وإذا كان يريد أن لا. هذا المقاتل الآن في الزاوية الزرقاء يقول ويرفض أن يستسلم، يرفض أن يعطيه هذه الفسحة. لا قل له لا، ما هو أنا اللي أنزل بالقاضية، ما هو أنا اللي أنتهي بضربة الفنية القاضية، ما هو أنا اللي تخلصها بلكمة. يساري سلسلة اشتباك التحام من هذه التقنية، توجيه ضربات الركبة على مستوى الجسد. يا سلام على الأبركات اليميني مع الهوك اليساري، هنا محاولات للبادي شوت لكن لا تتردد يا هدي، لا تتردد، اطرحها واضربها. ضربة بالإلبو على مستوى الجسد. يساري ممتاز، نعم لكن ما جاء من نكلز. نعم يطلب الحكم الآن من لاعب ركن الأزرق أن الوضعية واقية الأكواع. دخول هذا المباشر يستفيد منه محمد هديلي بتوجيه ضربات الهوك على مستوى أبنائهم. ربما المخرج والمصور يوجه الصورة عليهم. تواجد الأهالي دعم كبير للأبطال وللاعبين، تواجد الأب الأم الأخ الأخت ابن العم ابن الخال والخالة، هذا كله دعم للمقاتل، يعطيه قوة في نفسيته لأن يواجه كمقاتل مقدام صلب. شوف هذه مقتطفات الإعادة، نعم وعلى الأغلب أيضا هذه الجولة ستذهب لمحمد هديل. نعم ذهبت للمقاتل محمد هديل. مشاهدينا الكرام هنا الجماهير متواجدين، الأمة مؤازرة محبيهم الجولة الأخيرة. هديل مطلوب أن يكون هادئ نوعا ما ويتعامل مع مجريات الجولة هذه بكل احترافية وكل ذكاء. هوك يساري لكن على العكس يبحث اللاعب مانويل عن هجوم شرس الآن وعن ضغط في هذه الجولة. جانبية يسارية من اللاعب مانويل، يبحث عن الهوك ومن ثم المستقيمة اليسارية، ركلة على مستوى الفخذ ومحاولة. يا سلام على هذا التنقيط لكن رد جميل من اللاعب مانويل. شوف التقدم والخطوات للأمام وسلسلة لكمات ومن ثم ركلة على مستوى الجسد. عفوا مشاهدينا، مستوى الفخذ الخارجي ممتازة هذه الهجمة.
مستوى الفخذ الداخلي من لاعب الركن الازرق، هدوء انخفاض في الايقاع. هذه اليسارية تهز اللاعب محمد هديلي، ركلة على مستوى الفخذ لكن يردها. لكمة بلكمة تقول أنت موجود أنا موجود. يا سلام. نزال جميل والفائز سيكون في مواجهة مع المقاتل حميد، الفائز في النزال السابق. إدارة جيدة. ركلات على مستوى الفخذ وتيب لكن انتهت يا جماعة الخير وخلصت بالركن الأحمر.